مشاهدينا نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم صوره واضحه عن طبيعه فقراتنا اللي بنسعى من خلالها دائما لشيء واحد بس هو مفاجاتكم اللي بنبتدي فيها الحين حالا من خلال ضيفنا اللي بنستقبله. طبعا هو استثنائي لانه طرق ابواب مجال جديد ما حد سبق له في الامارات. شو هو هالمجال؟ بنشوف الحين وياكم مع معين البستفي. هلا وحياك الله اخوي معين. طبعا يشرفني وجودك هنا لسببين، اولا بتنور البرنامج، ثانيا ان انت صديق ومش اول مره نلتقي فيها وياك ودائما استمتع بعروضك صراحه. عزيز وغالي. احنا عبد الله اليوم بنعطي معين حريه الاختيار، نبدا في الحوار معاك او تبدا عرضك؟ بالعرض، بس انا اول شيء اسلم على الجمهور وعلى الحاضرين اليوم اللي ويانا في الاستوديو، وان شاء الله نكون ضيف خفيفين على قلوبكم، نسوي لكم اشياء ان شاء الله حلوه تستانسوا بها. بس انا اكد حق الكل اللي بنسوي العاب خفه ما في اي نوع من السحر او تعامل مع اي شيء خارق. وان شاء الله ببدارك بالعرض. تفضل تفضل. شكرا مالك. مسرح عندك. وانت طبعا تخافين؟ الصراحه من النظره على طول اخاف. الحين معينا ريحت سلمى ورحاب كلمه سحر، يعني هي مو بسحر، هي العاب خفه. بس اكدنا هالشيء من بدايه البرنامج. انا قبل كم من سنه قريت الكتاب باسم ذا الكيمست. اللي سويته من عقب ما قرأت الكتاب قلت أنا بسوي شيء بالماي. هل ممكن أن ألعب بالماي وأنا أحول لشيء ثاني وأنا ألعب أو أسوي حركة خفة فيه ولا لا؟ جتكم مفاجأة وإن شاء الله بتستأنسون بها. وهاللعب أعتقد جديدة، أول مرة أول مرة برنامجنا. عندي طاسة موجودة، ما في أي ثقب، ما في أي درب، أي شيء يدخل فيه أول يظهر منه هذا البيس الطاسة. عندي ثلاث قلاصات، كل واحدة في رمل بلون مختلف، اللون الأصفر حق الجمهور الوصلاوي تصفيق لهم يستاهلونها، الأزرق حق النصراوية، أنا خلي على الوصل عاد حق الوحداوية، أنا خلوني على الوصل. عيناوية وينهم معين؟ والله ان شاء الله. الله يستر عق الساعه عق الخاتم. هاي استعدادات ما قبل الذهب. ايه شكل الذهب وايد شكله. الله يعين. الحين يصب الماي في المله عبد الله. ايه بيحول الحين، هو انا شو اللي بيحول الحين؟ بيحول هذا ماي وبيرد قطره، ما ادري ايش بيسوي. معين لو تفهمنا بعد شو تسوي عشان نكون معك خطوه بخطوه. مثل ما تشوفون سميت الماي مزغق انت سعد. جميل. طبعا انت يا سعد بس يركز. يا جماعه تلاحظون ان معين تغيرت نظراته، كان يسولف معنا الحين جدي. قمص الشخصية. ها الرمل الوحداوي. بودرة ولا رمل معين؟ بودرة ملون. هذا الرمل اللي يلون فيه اتوقع. الحين انت يا تراوين ان هذا رمل. شفتوا تاكدوا ان هذا رمل. هذا الرمل اصلا اعتقد نفس نوعيه الرمل اللي يستخدم في التلوين. ما اليهال اللي يلون هو بس ما جاونا معين. معين ها رمل؟ رمل. رمل. اوكي. ها. تشيكون عليه ان هذا رمل ولا لا؟ شوفنا شوي. رمل عادي. ايه رمل شاطر من كرنيش هذا. اكيد ترى هذا شو علق راح في التمثيل. الحين الرمل الاصفر هذا صح الوصلاوي. انا بعرف هذا الذهب بعدين. ذهب هذا الذهب اصفر هذا الذهب. بس يشوقنا للعرض ويمكن المزيج يطلع ذهب. الحين مثل ما تشوفون جمهورنا وزملائي انه هو
قصة أن يراوينا الرمل الملون عشان نتأكد أن هذا رمل. الاسود اللي كان ابيض شفاف نشوف بارك الله فيك بلاش على الالوان فيه توترت سلمى من الحين حط الازرق بعد يما عن ساعدي متى ما نشوف الذهب استاذ معين؟ نشوف الذهب نشوفه؟ اصلا هو ما يرد علي من دمته مع الرمل الصفراء مستوي ذهب. مركز ما يرد علي. لما تاكل رمل في ماي شو تحول؟ طين طين رمل في ماي طين. لما تركز كل الرمل مع بعض ما تكسر. اوكي. ايوه هاي سؤالك الحين هاي سؤالك بدات سؤال بس شخص المزيج التابع لا بس الحين اختلط الحين 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 معين قاعد ترد الرمل اللي داخل كله برا عادي ادور نفس الكلاس يعطيك الف عافية الصراحة بيض الله وياك بعدنا ما خلصنا بعد ما خلصنا دقيقة أكثر عن شو تبون؟ أنت خلصت ذهب الحين ما خلص ركزوا يا جماعة صبروا خنشوف بعد بيضة يمكن لا 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 شكرا لك ان شاء الله موفق لي الشرف ولي الفخر ولي السعاده ان اكون موجود وياكم في البرنامج من الخاطر ان شاء الله دائما موفقين دائما ان شاء الله مشاهدينا